أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا سافرنا إلى أي بلدة خارج السعودية تقام إجراءات التفتيش، وإذا دفعت مالا يمشونك بسهولة، وإذا لم تدفع يؤخرونك ويبهدلونك، فما حكم دفع هذا المال؟ والله هذا رشوة، لأنك إذا دفعت المال تضر غيرك، يقدمونك على غيرك من المستحقين، هذا رشوة، اصبر إلى ما يجيك الدور، ولا تظلم الناس وتتقدم عليهم وأنت متأخر.